أهلا وسهلا بكم في يوم آخر من أيام هذا الشهر الفضيل. حلقة اليوم هي موجهة لأمهاتنا، لأبائنا، لإخوتنا وأخواتنا المصابين بداء السكري، عافانا الله وإياكم. اليوم إن شاء الله حبيت نوضح بعض النصائح وبعض المعلومات الهامة لهذه الفئة بالذات. هذه الفئة بالذات كاين ناس منها تصر على الصيام وتصر إلا أن تصوم في هذا الشهر، وفي بعض الأحيان تعرض حياتها للخطر. يعني في ناس بزاف توفات بسبب الصيام، ولكن لماذا؟ ببساطة أن الإنسان اللي عنده داء السكري، وهنا سأتكلم عن التيب 2، لن أذكر تيب 1 لأنه تيب 1 في يعني حالات قليلة فقط اللي عنده هذا التيب 1، الصنف الأول من السكري صوم. سأتكلم اليوم عن تيب 2. لازم تعرف أخي أختي المشاهدة أنه قبل ما يدخل رمضان لازم تتوجهي عند طبيب اللي راه يعالج فيك. الطبيب واش رايح يقول؟ رايح يعطيك خطة، نعيطو لها حنا خطة، ان بلون دو تريتمون، كيفاه رايحة تجوزي تفوتي شهر رمضان الكريم. اول حاجة راح تقومي ببعض التحاليل لتشوفي نسبة السكر تاعك في الدم. ثاني حاجة الطبيب سيفحصك فحصا كامل لتفادي تواجد اي مرض اخر مرافق لمرض داء السكري. راح يشوف تجاوبك مع الدواء، اما يزيد اما ينقص، وهنا امر ضروري جدا. راح كذلك يعطيك حمية غذائية، راح يقول لك واش تاكلي واش تخلي. وهنا انصحكم بشيء واحد اللي ذكرته في كل حلقة تقريبا، تفادوا السكريات البسيطة كما الشامية، ناس الشرق الوسط مثلا يقولها قلب اللوز. تفادوا كل ما هو يعني مشروبات غازية، هنا فيها كمية سكري من السكريات عالية جدا، وهذه صح راح ترفع لك السكر تاعك في الدم مدة بسيطة، ولكن كيما ارتفع كيما ينزل، لذلك نبتعدوا عليها. كذلك ننصحكم تاكلوا كل ما هو فيه سكريات معقده اللي كاين في الفواكه كما الموز، كما مثلا الدلاع، كما هذه الامور كلها. ننصح كذلك المصابين بداء السكري عدم اهمال الماء، عدم اهمال الماء، شربوا الماء على قد جهدكم، يعني في السحور في الفطور بين الفطور والسحور شربوا الماء. الماء علاج لكثير من الامراض وكثير من الاختلالات في جسم الانسان. كذلك لازم نقولوا المرضى داء السكري انهم يخبروا الناس اللي معاهم. مثلا اذا كنت انت مريض بداء السكري تيب 2، دائما راني نركز على تيب 2، وراك في الخدمه، تعلم زميلك ولا زميلتك قال مثلا انا مريض بداء السكري وراني صايم. علاه؟ ببساطه شديده كيما السكر تاعك راه منتظم ولا طالع قادر يهود، المشكله ماشي يطلع السكر، المشكله انه يهبط السكر يولي عندك ايبوغليسيمي. هذيك الايبوغليسيمي قادره تدخلك في غيبوبه، قادره تدير لك اغماء، غيبوبه، ولا قدر الله الوفاه. وبالتالي تعلم الناس اللي معك، قال مثلا انا عندي داء السكري تيب 2، اذا شفتوني دخت، اذا شفتوني من تمتم ديروا قياس نسبه السكر في الدم، فاذا وجدناها مهوده بزاف هابطه بزاف لازم هنا ركزوا معايا تفطر، وإلا ستعرض حياتك للخطر. أما بالنسبة للتيب 1، الناس اللي عندها داء السكري من النوع الأول، هنا ننصحهم بالتوجه مباشرة إلى طبيب المختص. يعني في حالة نادرة جدا ما يصوم الإنسان اللي عنده تيب 1، أقول نادرة جدا، نادرة جدا، لأنه في كل الحالات مريض داء السكري تيب 1 ما يصومش. بالنسبة كذلك المريض السكري تيب 2 اللي عندها أمراض مثلا الضغط، عندها مرض في مثلا في الكليتين، أمراض أخرى مصاحبة، لازم يتوجه عن كل هؤلاء الأطباء وهما اللي يقولوا له إذا تصوم إذا لا، كي لا يعرض حياته للخطر. وتفكروا حاجة واحدة برك، أن الله سبحانه وتعالى كما يبغينا يحبنا نأتمر لأوامره، قال صوموا نصوم، كذلك يحب ويرضى علينا إذا انتهينا على نواهيه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك الناس اللي عندهم أجر الصيام، ثم الثاني عندكم أجر الصبر وأجر الاحتساب، عافانا الله وإياكم وصحة صيامكم. Sure.
بابو بابو دو 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 دو